ايضا النهارده النادي الاهلي، يعني بنقول للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي وموسيماني الف مليون مبروك. النهارده النادي الاهلي بيفوز بنتيجه كبيره خارج الديار في مباراه مهمه ومباراه صعبه. الاسبوع اللي فات كله كان حديث الاهلاويه كله عن مباراه الاهلي وفيتا كلوب. الاسبوع اللي فات كانت الامور صعبت شويه بعد التعادل هنا 2-2 على ملعبنا، وكان في المتناول ان احنا نكسب، لكن الحمد لله النهارده لعيبه النادي الاهلي كانوا في الميعاد، كانوا رجاله من بدايه المباراه. النهارده ايضا لازم نشيد بموسيماني. موسيماني النهارده اللي لعب جيم من احلى المباريات النهارده ليه منذ توليه قياده النادي الاهلي. النهارده موسيماني مش ال 90 دقيقه داخل الملعب بس، لا، لكن قبل المباراه والاعداد النفسي قبل المباراه كان مهم جدا. موسيماني اللي قال لعيبته قبل ما يسافر من هنا للكونغو الديمقراطيه، قال لهم احنا رايحين عايزين نكسب، الهدف الوحيد بتاعنا ان احنا نحصد الثلاث نقاط في الكونغو. مش هنتكلم عن كل الكلام اللي بيتقال، نجيل صناعي، جو حر، رطوبه، الكلام ده كله هيكون اخر حاجه ان احنا ممكن نتكلم فيها. كلنا كبعثه لينا هدف واحد، وده كان الاعداد النفسي قبل المباراه اللي انعكس بشكل كبير النهارده في ارض الملعب في خلال 90 دقيقه. النهارده موسيماني بدا التشكيله وفاجئنا بتشكيله النهارده نموذجيه، تشكيله فيها حرفيه كبيره من موسيماني، درس الفيتا كلوب بشكل كبير. النهارده بنشوف النادي الاهلي اللي كان بيعمله الشوط الثاني النهارده بيعمله من بدايه المباراه. شفنا موسيماني النهارده بيلعب باثنين مهاجمين، محمد شريف ومروان محسن، الاثنين اللي كان ليهم دور كبير جدا خلال المباراه. وكمان شفنا محمد شريف بيسجل اول هدف ليه في البطوله الافريقيه خارج الديار، وده رقم جديد يحسب لمحمد شريف. ايضا مروان محسن الفتره اللي فاتت الناس كانت بتنتقده بشكل كبير، بنشوف مروان محسن كل مباراه بيلعبها سواء وهو بديل في المباراه السابقه من فيتا كلوب بينزل ويسجل هدف، وكان هدف بمهاره عاليه جدا. النهارده مروان محسن بالرغم انه ما سجلش هدف كان ليه دور مهم جدا، شفنا الاسيست او البصل اللي عملها لمحمد شريف. فدايما مروان محسن دوره مهم جدا جدا داخل الملعب. ايضا كمان لازم نشيد النهارده بمحمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه النهارده لعب مباراه كبيره جدا.